سرقة معلومات خطيرة حول مقاتلة الجيل الخامس. الشرطة تقتحم مصنع المقاتلة الشبحية KF-21. اقتحمت الشرطة في كوريا الجنوبية مبنى شركة كوريا لصناعات الفضاء كاي في إطار التحقيق مع مهندسين إندونيسيين متهمين بسرقة المعلومات الفنية للطائرة من طراز KF-21 والتي يجري تطويرها بالتعاون بين كوريا وإندونيسيا. ووفقا لخبر صحيفة غونغ أنغ ديلي المنشورة، فقد تم تكليف العديد من المفتشين من قبل قسم الشرطة بمبنى كاي في مدينة ساتشيون جنوب العاصمة سيول للتحقيق في تسريب معلومات خطيرة من أجهزة حواسيب المهندسين الإندونيسيين. وتبادل مسؤولو الشرطة المعلومات التي تفيد بأنه تم تفتيش منزل أحد المهندسين للعثور على أدلة تتعلق بالحادث. وقال مسؤول في الشرطة تحدث إلى الصحافة المحلية هناك أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل حول التحقيق الذي يجري للاشتباه في انتهاك قانون برنامج المشتريات الدفاعية. وقد جرى بالفعل منع المهندسين الإندونيسيين العاملين في شركة KI الذين بدأ التحقيق ضدهم في فبراير الماضي بزعم سرقة المعلومات الفنية للطائرات الحربية من طراز KF-21 التي تطورها كوريا الجنوبية. تم منعهم من مغادرة البلاد. يعرف برنامج KF-21 المسمى KFX بأنه أكبر مشروع دفاعي تنفذه حكومة كوريا الجنوبية على الإطلاق، وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 8.8 تريليون وون أي ما يعادل 7.1 مليار دولار لتكلفة تطوير طائرات KF-21 باروماي من الجيل الرابع بلس، والتي تتميز برؤية منخفضة للغاية مقارنة بمقاتلة من الجيل الرابع والتي التزمت إندونيسيا بالمساهمة فيها بنسبة 20%. وتهدف شركة كوريا لصناعات الفضاء كاي إلى تسليم 120 طائرة مقاتلة من طراز KF-21 إلى القوات الجوية الكورية الجنوبية بحلول عام 2032.